بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحيي إخواني وأخواتي بتحية الإسلام وتحية الإسلام يا سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم شرح جديد، وهو شرح البث المباشر لموقع أكاديميتنا، أو نبذة من البث المباشر لموقع أكاديميتنا. فنشرح أولا بعض الخصائص. فهنا خاصية الدردشة، فيمكنك يعني التواصل مع الأستاذ أو التواصل مع التلاميذ الحاضرين في البث وطرح الأسئلة من هنا. مثلا نكتب مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيعني يتم طرح سؤالك هنا، وهنا اسمك المسجل في الموقع. أو يمكنك عمل private messages، يعني الرسائل الخاصة، والتواصل مع الأستاذ على الخاص، أو التواصل مع زملائك على الخاص. الخاصية الثانية وهي خاصية الكاميرا، يمكن للأستاذ يعني فتح الكاميرا وشرح مباشرة، يعني كما يفعل الأستاذ نور الدين، يعني شرح مباشرة من السبورة الخاصة به، أو ادفع الكاميرا كما يريد. هنا يعني هنا المكان للشرح، يعني يتم شرح هنا. مثلا دالة F لX إلى آخره، هنا يتم شرح الدرس، ويمكن فتح هنا من الأستاذ أن يفتح يعني content ويختار يعني ملف يمكنه شرحه مباشرة هنا، يعني يفتح نص التمرين وتقرأون نص التمرين مباشرة هنا، ويقوم بحل التمرين هنا مباشرة. أيضا يمكن للأستاذ منحك صلاحية الكاميرا والصوت، يعني يمكن للأستاذ أن يعطيك صلاحية لطرح عليه السؤال بالصوت مباشرة أو بالكتابة هنا. كذلك لدينا هنا يعني الوقت الخاص بالحصة، يعني هنا نجد كم بقي من وقت للحصة، ويمكن للأستاذ أن يزيد الوقت عندما يبقى يعني ربع ساعة ولم ينتهي من الشرح، يمكنه زيادة الوقت. هنا يعني يمكنك يعني يعني نكتة بسيطة فقط، يمكنك هنا يعني رفع يدك، يعني كما كنا صغار في الابتدائي يعني نقول شيخ 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 ولا أنيساتي 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 يعني فقط للمزحة. ويمكنك هنا رفع يدك أو إصبعك وطرح السؤال على الأستاذ، ثم اضغط raise hand، يعني فيتم طرح السؤال على الأستاذ، وتأتيه هنا الأستاذ في notification يعني في الإشعارات، تأتيه يعني أنك قمت برفع إصبعك وطلبت طرح سؤال أو لم تفهم شيء إلى آخره. كذلك يمكن مشاركة الشاشة، يعني يمكن الأستاذ أن يشارك الشاشة معكم، يعني شاشة جهازه معكم، وشرح لكم مباشرة من الجهاز، أو شرح برنامج لكم إلى آخره. من هنا نشاهد قائمة الحضور، وهنا الإشعارات. يعني هذه نبذة بسيطة يعني أو مدخل لشرح البث المباشر لموقع أكاديميتنا. إن شاء الله سنقوم بوضع بث تجريبي في الأيام القليلة القادمة، يعني بث تجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة مع الأستاذ أحمد قلواز، يعني سيتم نشر كل جديد على صفحة موقع أكاديميتنا، ويعني سنضع مسابقة بسيطة يعني يمكنكم منها الفوز ب مقعد مجاني، يعني هناك مقاعد محدودة، أي 50 مقعد لحضور البث المباشر، يمكنكم يعني فوز بمقعد لحضور تلك الحصة التجريبية في البث المباشر مع الأستاذ، يعني لكي تشاهدوا كيفية التفاعل إلى آخره. يعني وإلى هنا نأتي إلى ختام هذا الشرح البسيط أو المدخل البسيط للبث المباشر في موقع أكاديميتنا. نرجو أن يكون نال إعجابكم، نرجو أن تنشروا الفيديو لتعم الفائدة، ونرجو منكم الاشتراك في صفحتنا على الفيسبوك، صفحة أكاديميتنا وصفحة الأستاذ نور الدين. كان معكم أخوكم أنور الناس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.